دي مش شيماء منير. Today let's start with Connect KG1 Unit 6. النهاردة معدنا مع منهج Connect KG1 الدرس السادس. Let's visit the zoo. يلا بينا نزور حديقة الحيوان. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة new words, الكلمات الموجودة معايا. أول كلمة بتقول camel. Camel. Camel وهو الجمل. Camel. 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 Okay. تاني كلمة معايا النهاردة هي elephant. Elephant. Elephant وهو الفيل زي ما احنا شايفين الصورة. Elephant. 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 Okay. كمان معايا كلمة snake. Snake. Snake وهو الثعبان. Snake. Snake. ناخد بالنا الكلمات دي كلها تتعرف oral شفوي فقط في المرحلة دي. اوكي محتاج انه يسمع كتير جدا في المرحلة دي. كمان معايا line. Line. Line وهو الاسد. Line. 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 اوكي كمان معايا كلمة giraffe. Giraffe. جيراف وهي الزرافة. Very good. جيراف. 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 Okay. كمان معايا كلمة monkey. Monkey وهو ايه؟ برافو عليك. Very good. Excellent. اللي هو القرد. Monkey. 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 اوكي كده بقى احنا خلصنا الكلمات الموجوده معايا النهارده. تعال نشوف مع بعض الفونكس. معانا letter E. 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 اوكي زي egg. 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 اوكي برضو زي كلمه elephant. Elephant لسه واخدينها من شويه وهو الفيل. اوكي هحط لكم في الاول كومنت صوت الاول حرف اللي هو الاي ده, هحطه لكم عشان تسمعوه. الاصوات مهم جدا نسمعوا اصوات الحروف وازاي بتتنطق بصوره صحيحه. اوكي مهمه جدا عشان يعرفوا يتكلموا انجليش مظبوط. كمان معايا letter O. O. O زي orange. Orange. Orange طب احنا عارفين ان هو البرتقال. Orange. Orange وزي olives. Olives وهو الزيتون. وبرضه هحط اللينك الخاص بليتر او في اول كومنت عشان تسمعوه للاطفال. مهم جدا 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 مش متخيلين قد ايه ان هو مهم. اوكي كده احنا خلصنا الفونكس. تعال نشوف مع بعض الكونفرزيشن. محادثه بتقول ان هي مكانها at the safari park. هنا الاطفال راكبين زي كده فان وبيقولوا ايه we are at the safari park. احنا في سفاري بارك. اوكي حديقة السفاري. شايفين حيوانات بيقولوا it's an elephant ودي it's a giraffe زرافة. شفنا الفيل وشفنا الزرافة و it's a camel وكمان شافوا الجمل. اوكي طب اتشافوا ايه تاني يا ترى؟ what is that؟ ما هذا؟ it's a monkey ده قرد. شافوا كمان قرد. اوكي هما بيتجولوا في السفاري بارك وشايفين المونكي وشايفين الالفنت وشايفين الجراف وشافوا الكامل كمان. اوكي ده كان الدرس معانا النهارده يونت 6 كي جي 1. كان معاكم شيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye.